مفاجأة محدش كان يتوقعها إن أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك يعترف بها قدام النيابة عن وقعة الدهس الأمين الشرطة اللي من اسكندرية، والكواليس كمان اللي حصلت ورا الأبواب المغلقة مذهلة. فيا ترى إيه اللي حصل في اعترافات أحمد فتوح قدام النيابة، وليه ممكن ما يخرجش من القضية دي؟ ويا ترى مرتضى منصور ونادي الزمالك عملوا إيه معاه لحد دلوقتي؟ وهل فعلا هيفسخ عقده مع النادي؟ الموضوع كبير قوي وكله معلومات مثيرة جدا، فتعالوا معايا يحكي لكم القصة من طقطق لسلام عليكم. طبعا كلنا اكيد عرفنا اللي حصل مع احمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الاول لكرة القدم، وانه كمان خبط امين شرطة من اسكندرية بالعربية بتاعته وهو رايح لعالمين، وكان راكب معاه في العربية حارس مرمى نادي الزمالك محمد صبحي. فبعد ما خبطوا طبعا نزل من العربية لقى الراجل رحل عن الحياة، وكان الكلام ده قريب من اسم شرطة العالمين وخدوهم الاتنين على الاسم وعملوا لهم محضر. مش بس كده، دول كمان عملوا لهم تحليل عشان يشوفوهم بيشربوا ولا لا. احمد فتوح كان قاعد في القسم مش قادر يتمالك اعصابه، ومحمد صبحي طبعا مذهول من اللي حصل. فبعد ما خدوا منهم عينه التحليل خد المعمل العينتين ورجع بعد فتره بالنتيجه اللي اثبتت ان احمد فتوح طلع بيشرب ومحمد صبحي لا. وفي الوقت ده خلى محمد صبحي يمشي، لكن احمد فتوح طبعا هيقعد معاهم شويه. محمد صبحي ما كانش متهم باي حاجه، لا كان سايق العربيه ولا حتى كان شارب ولا حتى عمل اي حاجه، كل دوره انه كان مع صاحبه رايحين يصيفوا. بس اللي قاله بقى فتوح في التحقيق كان مفاجاه. احمد فتوح في تحقيقات النيابه معاه قال انا كنت رايح قريه هاسيندا باي في الساحل الشمالي عشان اصيف انا ومحمد صبحي، مره واحده لقيت امين الشرطه طلع قدامي، حاولت بكل الطرق ان افاديه بس للاسف ما عرفتش، فحصل اللي حصل. بس كان في ناس برضو شايفه اللي بيحصل ويقدروا يقولوا لكم على اللي حصل. وبعد ما حصلت الواقعه طبعا طلع على هناك جري عبد الواحد السيد مدير الكره بنادي الزمالك عشان يشوف الموضوع ويفضل مع فتوح وصبحي لحد ما يخلص الموضوع على خير. بعد ما حصلت الواقعه دي كلام كتير بدا يظهر عن مصير فتوح مع نادي الزمالك، وهل يا ترى هيفسخوا العقد معاه ولا مكملين لسه، ويا ترى بقى ايه اللي ممكن يعمله المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك معاه. بس مرتضى منصور طلع وقال انه هيفضل مع فتوح ومش هيسيبه، على الرغم من ان السنه اللي فاتت كان مطلع بيان بيقول فيه ان فتوح كان بينزل يلعب وهو شارب. كمان اداره النادي قالت ان عقد فتوح اتجدد الفتره اللي فاتت دي عشان هو لاعب مؤثر واساسي ومش هيمشي، فبكده كل الكلام كان مجرد اشاعات. بس انتم بقى تفتكروا الفتره اللي جايه دي هتبقى عامله ازاي على احمد فتوح؟ مستنيين بقى رايكم في التعليقات.